هذا هو الكسكس ديالنا كيف كتشوفوا هنا، الخضره كلها طيبه، وسكسو ها هو كيف كتشوفوا سكسو زوين. وهذه هي الطريقه اللي درت انا اليوم سكسو، فورتو 3 المرات، فورتو كل مره كنفورو كنرشو بالماء وكنخليه يرتاح وكنعاود نردو يطيب. هذا هو الكسكس ديال الجمعه، وجمعه مباركه عليكم. نتمنى تسمحوا لينا كل مره محمه تسمح لينا، ونتمنى انكم تجربوه هكا بالخضر، كنسقيوه بالخضر وكيجي لذيذ وكيجي زوين، نتمنى تجربوه. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ جمعه مباركه عليكم، الله يدخل عليكم هذه الجمعه بالصحه وبالسلامه وبالتيسير وباش ما كتمنوا يا ربي. اليوم شهيوات الدجاج عندكم، طلع لكم بواحد كوسكوس بسبع خضاري، كيف كيقولوا سكسو بسبع خضاري. جيت نشاركو معكم ونشاركو مع صراحه شحال مره درتو في القناه، ولكن انا جيت اليوم نشاركو بالقديد والكرداس، القديد اللحم المقدد بالنسبه للدول الاخرين. وجيت نشاركو مع الناس اللي دخلوا عندي جداد في القناه، مرحبا بهم بعدا، وشكرا على التعليق ديالهم وشكرا على التشجيع، ربي يخليكم الله يطول لكم العمر، وشكرا لكم على التشجيع بارك الله فيكم. وراني ما تنساش الناس اللي دخلوا عندي القناه، ان شاء الله غادي ندخل حتى انا نتعاون معاهم. فشكرا لكم اخوتي، ومرحبا والف مرحبا بكم، وجمعه مباركه عليكم، دخل عليكم الصحه والسلامه. اليوم شهوة الدار كيف قلت لكم غادي نبقى ديما شهوة الدار كتتعاود، ولكن ماشي مشكل، في الاعاده افاده، كيقولوا في الاعاده افاده. فهنايا عندنا الخضره كيف كتشوفوا هنايا، عندي القرعه الحمراء، غندخلوا دابا للمقادير. عندي القرعه الحمراء، المهم القرعه الحمراء عندي هذه الكورجيت او القرعه شويه، عندي هنايا لي شو عادي، تقريبا عندي 7 الخضار هنايا تقريبا. عندي هنايا كيف كتشوفوا هنايا، عندي القزبر المعدنوس، عندي الدنجال، وعندي اللفت، وعندي الجزر يعني الخيزو او الجزر اللي كتقول لي نتوما. المهم الدول كلهم كيشوفوا هاد الخضر، راه موجودين في العالم كله موجودين هاد الخضر. عندي القزبر ومعدنوس مربط، بالنسبه للعطريه عندي شويه البزار وشويه الكنجبير وشويه الملحه وشويه الملون، باش غادي ندير الملون هنا شويه ديال الزعفران. عندي هنايا الحمص مفسخ، هنا الحمص مرطب في الماء ليله وحده. عندي هنايا مطيشه محكوكه يعني الطماطم مفرومه، وعندي البصله هنايا كيف كتشوفوا هنا زلافه البصله، تقريبا 2 بصلات هنايا مقطوعين. عندي الزيت، صافي هادشي اللي كاين. عندي كسكسو تقريبا نص كيلو ديال حسب الناس، عدد الاشخاص اللي عندكم. عندي هنايا كسكسو تقريبا نص كيلو، وانتم على حسب الناس اللي عندكم. غادي نكحزوا الخضره اللي هنايا، وغادي نجيبوا القدره ديالنا نحطوها، وغادي نضيفوا القديد، غادي نديروا القديد. هانتوما كيف كتشوفوا هذا راه اللحم المقدد يعني ديال العيد الكبير، كنديرو في الشمس، راكم شفتوا الطريقه كاينه عندي في القناه. غادي دابا نصب، غادي ندير شويه ديال الزيت تقريبا 3 المعالق كبار ديال الزيت، وغادي نضيفوا البصله، كلشي كنضيفوه من الاول. غادي نضيفوا العطريه، شويه ديال البزار الكحل، شويه ديال الزنجبيل، الملح ما غاديش نديرو على حقاش الملح كاينه في القديد، الملح موجوده في القديد، ما غاديش نديروا الملحه. غادي نضيفوا الطماطم، وكلشي هادشي غادي نتوه دابا باش نشحروه، هادشي غادي نتوه يتشحر لينا مزيان، عاد غادي نرجعوا باش نديروا الخضار. يعني دابا غادي نتوه هاد القدره حتى تشحر لينا البصله، وغادي نرجعوا باش نوريكم كيفاش غادي نديروا الخضره. وشكرا. بعد ما شحرنا القدره ديالنا، شحرنا بالبصله ومطيشه وكلشي، دزنا الماء، غنزيدو الماء، وغادي نضيفو الخضر اللي ورينا معاكم. غادي نضيفو لي شو كما كيف كتشوفو، نضيفو الخيزو او الجزر، نضيفو اللفته لفت، والدنجال، نطيبو نفس الكميه زوينه ديال الخضره اللي كان انا كيعجبني الخضره سكسو.
من الحاله الاولى كنضيفوا هذه الخضره اللي كتشد الطياب شويه، كتبقى لينا القرعه والكورجيت، القرعه الحمراء كنضيفوها في المرحله الثانيه. صافي هادشي كنضيفو دروكا، كنخليوه حتى يطيب لينا. صافي كنردوه وكنضيفو الحمص، الحمص حتى هو كيشد الطياب، كنضيفو الحمص، كنضيفو القزبر والمعدنوس مربط، القزبر والمعدنوس بهكا مربط كنضيفوه حتى هو، وكنسدو على القدره. بحال هكا كنجيبو الكسكاس وكنديرو الكسكسو، الكسكسو كندهنوه بشويه ديال الزيت. كما تكونوا تشوفوا الكسكسو غادي ندهنوه بشويه ديال الزيت، كنجيبو السميده ولا الكسكسو اللي موجود عندكم. هذه دابا السميده كنخليوها حتى تشرب شويه وكنديروها في الكسكاس، يعني كنديروها على البخار في هذاك الكسكاس اللي شفتو فاش كنديروه. غادي نطفيو دروكا ونخليوها حتى ترتاح شويه، ومن بعد نرجعو عندكم المرحله الثانيه. وشكرا، رجعنا معكم بعد ما فرلينا الكسكسو. ها نتوما شوفوا كيف باقي سخون، ها باقي سخون الدخان ديالو، غادي نشدوه ونخويه في القزريه هكا، وكنبقاو كنحركوه وكنزيدو فيه الماء. هذا هادي التفويره الاولى، ما تخافوش من الماء، غنزيدو شويه ديال الملحه، غنزيدو شويه الملحه وغادي نبقاو ندخلو فيه الماء حتى يشرب الماء الكميه تاع الماء، ونخليوه هادي الفوره الاولى ونخليوه حتى يشرب لينا سخون. دينا حنا مولفين هكا، كنخليوه يشرب، كنبقاو كنزيدو فيه الماء وكنخليوه يشرب، كنضيفو الملحه وكنعاودو نردوه الى شرب لينا الماء، كنعاودو نردوه للكسكاس كيفور لينا. تقريبا شي 3 الفرات كنفوروه حسب الكسكس حتى تطيب لينا، حتى تطيب لينا السميده ولا الكسكسو، كنلقاوها طايبه كنشبعوه الماء. تقريبا كنديروا الماء بزاف وصافي، غنخليوه يشرب، نديرو قياس ديال الملحه وكنردوه كيفور 3 الفرات وصافي. كان ملي طيب لينا الخضيره كنسقيو الكسكس ديالنا. هذا هو الكسكس ديالنا، هذه الفوره، هذه الفوره الثانيه، نزيدو الفوره الثالثه وصافي. كنخليو الكسكس كي نسقيو القصريه ديالنا، وجمعه مباركه ديال عليكم. وان شاء الله في الطبق الاخير، انتم كاين الكسكس في القناه، قلبوا عليه الى ما عجبتكم هذه الطريقه، قربوا على الطريقه الثانيه. وشكرا لكم اخوتي، بارك الله فيكم. كتشوفوا دابا غادي نديروا الكسكس ديالنا يفور لينا الكسكاس. هانتم هانتم كيف كتشوفوا، ها هو كيفور. غادي نفورو هذا الكسكسو تقريبا 3 المرات حتى 4، كنبقاو كنحيدوه وكنرشوه بالماء. ملي كيفور لينا كنحيدوه وكنرشوه بالماء، اكيد المغاربه كلهم كيعرفوا الطريقه. المهم ها نتوما شوفوا كيف غادي يفور ليا هنا، غادي يطلع مع هذيك نسمه الخضر وغادي يفور، غادي نفورو 4 المرات المهم يطلع عليه هذا البخار، نهزوه كنرشوه ونخليه يرتاح، ونعاود ثاني نردو المرحله الثانيه تقريبا 3 المرات وصافي. هادشي اللي كاين، وشكرا لكم. الى الطبق التقديم، الى اللقاء. هذا هو الكسكس ديالنا كيف كتشوفوا هنا، الخضره كلها طيبه، وسكسو ها هو كيف كتشوفوا، سكسو زوين. وهذه هي الطريقه اللي درت انا اليوم، سكسو فورتو 3 المرات، فورتو كل مره كنفورو كنرشو بالماء وكنخليه يرتاح وكنعاود نردو يطيب. هذا هو الكسكس ديال الجمعه، وجمعه مباركه عليكم. نتمنى تسمحوا لينا كل مره محمه تسمح لينا، ونتمنى انكم تجربوه هكا بالخضر، كنسقيوه بالخضر وكيجي لذيذ وكيجي زوين، نتمنى تجربوه.